عامين ونصف ظن فيها من فرقهما أن لا موعد للقاء بعد الفراق، فحدث اللقاء من دون موعد. علاء وعلي نموذجين لآلاف سيعودون إلى الأرض بعد غياب. يابا دي طلعون المسيحيين ولا من؟ منو قالك دي طلعون المسيحيين؟ اعلان بالجامع ويقلي صلاة الجمعة كقالوها ولا ايش حد تحكي؟ الى ان جتنا كلمة من واحد منهم بيا سالفة يقولون دم، واليابا شلون دم؟ ابو علاء تخبى المسمع كلمة دم ودع اغراضه عند واحد عند شخص اهل المحلي، اخذوا الغراض ماله المهمة، السيارة ماله ضلت، قلت له نجيب السيارة ماله خليها، ممكن ما كان اكو كل شيء على السيارة، ولا قلت له نجيب السيارة مال عندي. للفترة الأخيرة إلى قبل ما يفوت الجيش بست أيام سبعة أيام دبرنا له سنوية وبطاقة وشلنا السنوية منه وما عفيت. يوم الفات الجيش وقعت عليها شظية كسر الجام الخلفي ماله، محافظين عليها بس سنتين ونص شتوا من وغاها. تعرف مسجلي باسم مسيحي، انا اعرف المسيحي والمسلم بيناتنا حايط ماكو اي فرق، بس بالنسبة لهذول يعرفون هاي سيارة اماني، الاماني حافظنا عليها. جاء الجيش طلع السيارات، هاي السيارة تبقى، طلعوا السيارات مالنا المليحة سد الجام، هاي السيارة تظل مثل مكانها مثل ما هي. وعن اسطندار علاء، وعن اسطندار علاء، وعن اسطندار علاء عاش معانا سنتين ونص. يعني على الموصل كلته كان حزن، كان حزن وما ينوصف. يعني رجعنا احنا من الجامع، انا ببيت على من قبل ما اروح الجامع، يعني سمعنا هذا الحكي الكل تفاجأ وانصدم، حتى قمنا نتخابر ونحكي يابا معودين اشنو هذا اللي عيطلع واشنو دي يطلعون، وهاي فرقة للموصل. يعني الموصل من زمان هي مسيحيين وكل الاصناف بيها، فالحزن يعني ما ينوصف، وشعور الله لا يغشعه لأحد. يعني عشناه نواي سنتين ونص ظلم. إذا أحكي لك على شعوري مستحيل أحكي لك. يعني سنتين ونص فتوا على بيتي وكأني لأني أول مرة، حسيت نفسي صح إنه نعرفه، بس حسيت نفسي غريب مو ذاك الملامح اللي نعرفه، بس أكو أشياء بداخلي ما زالت بذاكرتي معلقة مستحيل تمحي، ما تقدر أمسك نفسي، نزلت الدمعة غصبا عني، ما أعرف شو أقول لك أكثر من هذا، بس ما صعب اوصف لك محمد، صعب اوصف لك، هو مستحيل. يمكن مشاعر، ذكريات طفوله، ذكريات أكيد. ضحكه أكيد. يعني حزن مريت كله، مريت بهذا البيت وانت عايشته أكيد. رجعت احتيت بيك هاي الذكريات وانت فتت على البيت، احتيت بي الاصدقاء الموجودين طبعا، كل زاويه كل شيء كان لي عندي ذكرى بينه، كل شيء كان عندي ذكرى بينه، ما تمحي مستحيل تمحي، ما تمحي ابد محمد. يعني دخلت بوحدي من الغرف اكو صوره سالت عليها بقلب، يعني كان يمكن صوره لها اثر كبير، لها ذكرى قوي، سالت عنها والصوره ما موجوده. فتوا قادتنا الجواب، دحقتوا على الصوره انه صوره مريم العذراء ما موجوده، فاحنا من طلعنا كانت موجوده، خليناها صوره مريم العذراء، فمفتوا علي دحقتوا على الحياه ما موجوده، كان سالوها ما عرف. وقتها طلعت قهرت أكثر، فطلعت فوق الغرفة لفوق، كل ثانية كل لحظة كل أذنى أي شيء، أذنى أي شيء أتذكر مستحيل أنسى، هذا شيء يبقى بقلبي، قلبك بقلب كل واحد عاش بالموصل وتغبى، مستحيل ينساها ولا راح ينساها.
يعني أهلك بانتظار أنه وكلكم بانتظار أنه ترجعون من البيت للمدينة للأهل إن شاء الله، وأيضا أهل المنطقة ينتظروكم ترجعون إن شاء الله. كلمة توجهها لأي واحد مغترب عن بيته، الشعور اللي رجعته وأنت رجعت هذا البيت اللي حسيت صح. أنا أوكي، هو كشعور أنا ما ألوم أي واحد إذا كان شعوره إيجابي أو سلبي تجاه مدينته، سواء إذا حب يرجع أو ما حب يرجع، هذا شيء يعود لنا أولا. بس أنا كشخص تربيته بالموصل من أنا وصغير، طفلتي كنت عشتها بالموصل، ما مستحيل أنكر هذا الشيء، أنه من أرجع مشاعري مستحيل أخفيها. أشني الأمنية اللي تتمناها وأنت اليوم فتت بيتك؟ أشني اللي يرجع؟ أشني اللي شيء راح وتتمنى يرجع؟ شيء راح وتتمنى يرجع؟ أتمنى قعدتنا ترجع إحنا الأصدقاء، ولما الحلوة كنا نلتمى قبل نرجع مرة اللخ. صدق أنا لا همني لا البيت ولا هاي، كل شيء ما همني منه قدر ما إنه الذكريات اللي قبل احتيت عندي مرة اللخ من جديد، هذا أهم شيء عندي. يمكن جتك فرص كثيرة للهجرة والعيش في مكان أفضل، لا اختاريت تستقر؟ اختاريت أستقر وإنه ما أطلع من العراق نهائيا. بالموصل؟ بالموصل. إيش الشيء اللي تحس يربطك فيها؟ كثير أشياء، كثير أشياء. شيء يخليك أنه كل ما تفكر بالهجرة لا هذا الشيء هو اللي راح يخليني أرجع غصبا عني؟ كنائسنا الموجودة اللي بالموصل لا تعد لا تحصى، تخليني أبقى وجذوري لحد الآن قوي تمتد لهالموصل، مستحيل إنه أفكر أخرج خارج أسوار الموصل.